عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي عبد الرحمن. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين، وكان إسلامه على يد أبا بكر الصديق، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وشارك في جميع الغزوات في العصر النبوي، فشهد غزوة بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وأرسله النبي على سرية إلى دومة الجندل وصلى النبي محمد وراءه في إحدى الغزوات وكان عمر بن الخطاب يستشيره وجعله عمر في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده وقال هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض توفي سنة 32 هجرياً وصل عليه عثمان بن عفان وحمله في جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن بالبقيع عن خمس وسبعين كان عبد الرحمن تاجرا ثريا وكان كريما حيث تصدق في زمن النبي بنصف ماله والبالغ أربعة آلاف ثم تصدق بأربعين ألفا واشترى خمسمائة فرس للجهاد ثم اشترى خمسمائة راحلة ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمائة دينار، وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كبير، وأعتق بعض مماليكه، وكان ميراثه مالا جزيلا. من مواقفه التي خلدها التاريخ موقفه في عام الرمادة، تقول ابنة الصديق، أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مر علينا عام الرمادة في عهد الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي جاع فيه الناس. وكان في بيت تمر قليل فركنت إلى قيلولة في وقت الهجير وبينما أنا نائمة استفقت على صوت جلبة عظيمة. تعالت فيها أصوات الناس ونظرت إلى السماء فلمحتها حمراء وقد زاد الهرج والمرح فقلت لجويرية عندي اذهبي وانظري لي ما يجري واستعجلي لي الخبر. وبعد برهة عادت الجارية تخبرني بأن قافلة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقوامها سبعمائة بعير عادت من الشام محملة بالسمن والزيت والزبيب والخل والكساء وبضائع أخرى كثيرة فقلت لها ولما هذه الجلبة؟ قالت يتفاوض التجار على شرائها فيدفعون في البضاعة الضعفين والثلاثة وعبد الرحمن بن عوف لا يبيع فقلت والله لا إن صدقته لأقرعنه لا على فعلته، لقد فسد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل طرق بابي، فقالت الجارية بأن عبد الرحمن بن عوف بالباب ويريدك فقلت، لقد ساقه الله إلي وجاءني برجليه فوالله لأقرعنه، فتحاملت على نفسي وقربت من الباب وعليه حجاب وقلت، نعم يا ابن عوف، فقال أتذكرين يا ابنة الصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عني حين قال ندخل الجنة ويتخلف عنا عبد الرحمن بن عوف يحاسب على ماله ثم يدخلها قلت له نعم أذكره فقال إن هؤلاء القوم يدفعون لي في البضاعة خمسة أضعاف وأنا لا أبيع فهممت أن أقاطعه لأعاتبه وأدعوه إلى الشفقة واللين بحال المسلمين لكنه استرسل قائلا أتسمعينني قلت له نعم أسمعك فقال لي إني قلت لهم هناك من يدفع لي أكثر لعلمي بأن الحسنة بعشرة أمثالها فأخبرت أبا حفص عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يوزعها على أهل المدينة ومن حضر في سبيل الله وإني أشهد الله وأشهد عمر وأشهد علي بن أبي طالب وأشهدك على ذلك فعسى أن يطلق الله ساقي ومضى فرجعت أجرجر أذيالي وأنا أتمتم أبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تظنين الظنون فليتك ما كنت ولا كنت إنه أحد العشرة المبشرين بالجنة قالت فلبست وخرجت لأشهد الحدث فوجدت علي يصف الإبل ومعه رهط من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقد أفرغوها من أحملها ووزعوها على أهل المدينة وبقت الإبل تصفر في الهواء وعبد الرحمن قال لعمر مالي وهذه الإبل اجعلها في إبل الصدقة. تقول السيدة عائشة فوالله ما بات ليلتها في المدينة جوعان فأين نحن من هؤلاء؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله لا تنسى الصلاة على النبي.